مش هيدي قناة شفتها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبداو هذا اللقاء التواصلي في إطار الملف ديال بعض المشجعين ديال فريق الجيش الملكي. الشغل اللي كان وقع نهار 13/3/2022 كما قلت لكم بعض المشجعين تم الاعتقال ديالهم. انا كما قلت لكم بعض المشجعين تم الاعتقال ديالهم بدون حتى شي سبب ولا برهان ولا ادله. تيظهر لي كاين بزاف ديال الدلائل. كاينين الناس اللي بحال الاخ ديالي خرج قبل ما يصفر لاربيتر يعني نهايه المقابله، وعندنا الدليل على ذلك انه الوصول ديالو هنايا الحي ديالنا مع الساعه 17:26 الفيديو يعني تم دار عبر وسائل التواصل وتدفع كدليل عند المحامي ديالنا. كاينين بعض الاخوان نيتهم عندهم الدلائل ديالهم. هذا الملف يعني الى حدود الساعه ما عندنا عليه حتى شي اخبار. حنا تنآملوا باستقلالية القضاء وتنآملوا بالقضاء ديالنا. حنا المغرب ديالنا الحمد لله كاين النزاهة في القضاء، تنحترموا القضاء. أنا تنقول ما حد اللي تبت عليه بالدلائل والبراهين داير شي مخالفات يستحق العقوبة. أنا من الناس اللي المشجعين اللي دايرين تخريب يستحقوا العقوبه، مع العلم في النظر في الناس الابرياء اللي ما دايرش. دابا مثلا الاخ ديالي عنده بلا مقدم سفيان شهر ونص هو معتقل بدون اي وجه حق. اشنو السبب؟ دايرين ليه تعاليل واهيه ما عرفتش. يعطيونا غير البراهين، حنا عطينا قدمنا براهين ديالنا، تنشدو الناس ديال القضاء اللي عنده غيره على هاد البلاد يشوف هاد المس هاد الملف، ونتمنى من الله يكون خير. تنشدو سيدنا الله ينصرو والله يطول في عمرو والله يزيد مدادو، ان يشوف مع المسؤولين باش ياخذوا بعين الاعتبار الناس الابرياء. انا تنقولها وتنعاودها وتنعاودها، الناس اللي دايرين المشاكل يستاهلوا العقوبه. الناس اللي ما دايرينش، انا تنهضر دابا حاليا عن الاخ ديالي، عندنا الدلائل عندنا البراهين. الاخ ديالي مازال معتقل، عنده ام هو اللي تيرعاها مريضه، ما بغيتش نديكم تشوفوها، امرأة مسنة مريضة. مازال انا راه متزوج وساكن في داري، ولكن راه الاخ ديالي ملي انت تشوفو ما دايرش دونك راه تيبقى في الحال عادي. انا تنقولها وتنعاودها، الله ينصر سيدنا والله يحفظ ملكنا والله يحفظ بلادنا. تناشدو الناس اللي عندهم الغيرة على هاد البلاد، الناس ديال القضاء. تناشد سيد الحموشي، تناشد الضابطه القضائيه ووزير الداخليه يشوفوا هاد الملفات، يديروا واحد التحقيقات يعني معمقه، يرجعوا ل كاين تيران تبارك الله. حنا المغرب لي تيران ديالنا مجهزين بالكاميرات تنظن على اعلى مستوى في جميع المناطق ديال الملعب، يرجعوا لهم وياخذوا بعين الاعتبار هذه المسائل. اللي داير يستاهل العقوبه، واللي داير ما دايرش والقانون كما قلنا فوق كل شيء. اخر مره تكلمتي مع الاخ ديالك في السجن؟ هذه دابا 15 يوم.
درت لي زياره. اليوم كانت عندنا زياره البرنامج ديال المؤسسه السجنيه، الله يكثر الله يجزيها بالخير. كانت دارت واحد البرنامج باش اليوم نصيفطوا لهم الحلوى ديال العيد، صيفطناها لهم استلموها. والزياره غادي تكون عندنا مره اخرى من هنا 15 يوم الجمعه، ماشي هذه الماجية ولكن اللي موراها. الحاله النفسيه ديال الاخ ديالك؟ وما نكذبش عليك موت، هذا هو الحاله ديالو ولا السيد الضعيف. تتعرف واحد بريء، وبين زعما ان الاخ ديالي انفيرمي دون ان لابوراتوار بريفي، يعني ماشي تنشكر خويا، سول جميع الناس، لا جيران لا عنده سمعه طيبه مع الزملاء ديالو في العمل، مع اي واحد، مع الاصدقاء، مع الجيران اللي تيعرفوا اللي ما تيعرفوش، يعني تيجري في الخير. انا من وقعت هاد الواقعه عاد وليت تنسمع عليه شي مسائل اللي ما كانش يقولها لي، انا تيديرها سرا، يعني الخير في السر، ولاو الناس يجوا تيقولوها لينا. انا كما قلت لك انسان الى يعني متزوج عنده سكن قار بدون سوابق بين عشيتين وضحاتي، تصبح في المعتقل وبواحد الملف كما قلت لكم ثقيل جميع التهم واهية ولا تعاود على هذه النقطة هذه ديال الثقيل، يعني التهم اللي مرفقة عليه ولا غير عطونا دلائل. يعني واش انتم طلعتوا على الملف شنو؟ حنا ديال البوليس اللي في الولاية خدينا من عند المحامي المحضر داير تخريب الممتلكات. ملي تقول تخريب الممتلكات دونك شدت الكاميرا في الملعب تتهرس ولا في باب التيران. انا الاخ ديالي كما قلت لكم في الاول انه خرج قبل ما يصفر لاربيت ومشى في حاله. هنا وصل، راه عندنا كاميرا في الباب ديال الدار المنزل، وصل مع 17:26 في ديك الساعات، يعني جوست تراجي من المركب للدار اون دوميور، راه هي هذيك، راه الى جربتوها راه تلقاوها. مكتب المسير ديال فريق الجيش الملكي واش دخل على الخط هذه القضيه؟ لا لا نهائيا، مع العلم انه كان تيشجع الفريق. انا تنشوف مثلا الرجاء الوداد تيساندوا مؤازره من المحامي ديالهم هما ديال الفريق. هنا حاليا الى حدود هذه الساعه اللي تنهضر فيه ما كاين حتى شي مؤازره. واش ما عرفتش ما عرفتش نقول لك استاذ. كان المحامي اليوم يحضر معنا وما حضرش معنا، شنو الاسباب؟ خاص المحامي اللي يقول لك الاسباب ديالو، ما نقدرش نقول لك شي حاجه انا ما نعرفهاش. هو السؤال اللي هو ما نقدرش ما عرفتش، ما عنده جلسه يمكن عنده ما نقدرش نقول لك انا ما عرفتش. ولكن كان تقرر انك كنتم مقررين انكم ديروا جلسه ماشي هنايا. لا يتدخل سؤال بسؤال الاخوان. انا قلت لك نهضر على الاخ ديالي، انا في داري حريه التعبير الحمد لله. واحد السؤال، الحريه التعبير بالدليل ان الصحافه الحمد لله كامله كاينه. واحد السؤال، واش كاين شي تواصل مع العائلات الاخرين ديال اللي حتى هما سيداتهم معتقلين؟ شي تنسيق جماعي؟ لا حقيقه لا. ولا واحد شاد المحامي ديالو ولا جوج محامين على حسب الاستطاعه ديال العائله. صافي. الكلمه اللي تيقولها لك داخل السجن ما كتاثر فيك شويه؟ تيقول لي واش ما درتو لي والو، شنو شفتو، واش هاد القضاء شنو كاين، انا راه ما داير والو. تيعاودها وتيعاودها، انا عندي الدليل. تقول لك انا شوفوا رجعوا للكاميرا ديال الدار. من غير هاد الشيء عندكم ثقه في القضاء؟ بطبيعه الحال انا قلت لكم الحمد لله كاين ناس غيورين على البلاد، كاين ناس نزيهين، كاين استقلاليه القضاء. مع العلم ان المحضر ديال الشرطه دار ديك الطريقه، انا ما تنفهمش في ديك الخدمه الله اعلم، ولكن انا تنطالب الا دار شي سميتو كاين تحقيق، انا تنطالب يرجعوا الكاميرات ديال التيران. الزملاء الصحفيين طرحوا لك السؤال بان المحامي ما حضرش، ربما النقابه ديال المحامين منعوه انه يحضر. على شي حاجه سولني على شي حاجه ديالي، شي حاجه ديال المحامي، زعما نقول لك باسمه هو ما نقدرش.
واش فهمتي زعما سمحوا لي شوف بالنسبه للمحامي اللي كيتبنى الملف ديال الاخ ديالكم واش قدمتوا له وسائل اثبات بان الاخ ديالكم انه بريء من غير الكاميرا في شمول الحاجات الاخرى اللي تبتتو يعني انه بريء او لا ما كانش او لا الى كاينه الكاميرا وكاينه واحد الكاميرا خديناها من ديال التواصل الفيس تيشجع في الجمهور فاذا به شي حد الله اعلم من الجمهور وما نقدرش نقول لك واش ديال الاخوان ولا ديال الماس يعني فاس لحوا عليه شي حجره هزني بالحجره وتيدير لهم علاش وعلاش واش هذا الا كان مخرج ولا ضد يعني ضد الفريق ولا سميتو غادي يبدا لا يعقل هو تيقولوا تيدير مؤطر يعني كابو مشيت بحد في هذه المساله هذه ديال كابو الكابو تتبدا بدايه الماتش وتتنتهي في نهايه الماتش ما تيسهر على السلامه ولا على سميتو الامن هما اللي مكلفين بداك الشيء هو جوست شعارات تيرددوها معاه مول الناس الجمهور مين تيسالي ماتش تيزيد في حاله الا ما عندوش واحد الباج واحد راكبين انه كينتمي فريق الشمالك كجمعيه ما نقدرش نقول لك انه دابا هو عندي شي حاجه راه ندلي بها العلم ديال خوك واش كان يعني تينتمي للجمعيه ديال الجيش ولا الاعتراف ما كاينش انا ما نقدرش نقول انا هذا الشيء بعيد منه قلت لك ما عندي ولا علاقه بكره ما عندي انا حتى تنتفاجئ عيطوا عليا ديالك تعقد ملي مشيت تنقلب قال لك اه لا راه الماتش ما الماتش الماتش انا تنقول لك المهم هو انه خرج قبل من الماتش هو اتصل الماتش عاد بدا هاد الشغب وهاد الشغب انا تنقولها وتنعاودها لان رجعت لبعض الفيديوهات بدا حتى سال الماتش ما عرفتش شحال من دقيقه كيفاش دوزتو رمضان بلا اخ ديالكم؟ نقول لك القصه ديالي شفت ولادي عند والده هنايا اول حاجه فقط تنوض تنسلم عليها فقط لقيتها نايضه شاده قلت انت تبكي كي غادي انت عطيني احساسك نهار العيد اللي تتنوض الفرحه وتتبارك للعائله والوليدات وتيكون واحد التحاور زوين وسميتو لقيتي امك تتبكي وقالت كي تمن واش بغيت نمشيت للجامع صليت صلاه العيد جيت جلست لقيتها تتبكي لقيتها تتبكي خرجت هربت بحالي للزنقه وتصور انت خارج نهار العيد بلاصه ما تجلس مع عائلتك خارج هربان للزنقه باش ما تشوفش امك تتبكي شنا الدموع في عينك بزاف انا تنقول خويا مظلوم ماشي حيت خويا بالدلائل والبراهين الظلم ما تيرضوش ما تيبغيه لا ربي لا عبدو خصنا نقول حنا بلاد القانون بلاد طيرات القانون بمشرعين بمسائل اذا رجعوا البراءه ديال الفيديوهات ديال الدراهم انا تنقول لك واحد 99.99% حتى 100% راه بريء مش كاين شي تواصل ديال المحامي والله جوج زيارات هضر معاه في الملف ديالو بطبيعه الحال الدلائل اللي كتهضر عليهم واش تحتاج التسليم ديالهم ولا لا؟ تحسب الحظ نكتفوا بهذا القدر ندوا حنا السيده تقدروا تبدلوا بالبلايص خليها في الوسط السيده عندي واحد السؤال لك باش قبل ما تبدا الهضره هو ان الاعتقال اقرب شويه لا لا هو الاعتقال ديال ولدك جاء ان ولدك جيسان كامله شهدت معاه ان ذاك النهار ما كانش في التيران ما كيعرف لا لي فار ما كيعرف لا كره لا والو كيبيع ويشري انت كيفاش حسيتي ملي تشد ولدك في هذه القضيه؟ اولا بعدا كنا بسم الله انا كندير ثقتي في القضاء ودير ثقتي في الامن وهاد الشباب اللي كيتهور ما خصوش يدير هاد الشيء اللي دار نشوف فيها ضحايا كبار نشوف فيها ضحايا بزاف انا ولدي كان قالت حداك الروستو كيبيع ويشري داير الديسير يلاه تقدا حب فلعتو في الكروسه حدا باب دارهم
دارهم هنا هذا ما كاملاش حتى 5 سنتيمتر وحده هذيك الاولاد كيبيعوا ويشريوا. جاوا لعندو البوليس قالوا ليه واش شنو سميتك؟ قال لي مالطي يونس. يلاه معنا نحقوا معاك. قال لهم واخا انا عارف راسي ما داير حتى شي حاجه. حطت جاكيتو قال لي ولاد حضروا لي سلعتي وحضروا لي الفلوس وحضروا لي ميزاني انا غادي نمشي مع البوليس نشوف شنو بغاوني ونجيو. بداو قالوا لي كتي في التيران. لا يعقل الولد من الصباح هو حدا سلعتو من المارشي حدا سلعتو وجاو داو قالوا لي كتي في التيران. مشيت انا للدوزيام كنسول قالوا لي يا ولدك ما كاينش ما يمكنش. رجعت للديزيام كنقول لهم ولدي يونس مرتي قول لي ما كاينش. كنقلب مشيت محماق رجعت لعند واحد البوليسي قلت له الله يرحم لك الوالدين الا ما شوف لي غير هاد الولد واش كاين ولا لا. مشى قال لي وصبري هنا لا لا مشى سول قال لي راه ولدك كاين. قلت له علاش مشدود؟ قال لي على التيران. اصلا ولدي ما كانش في التيران وعنده الشهود وعنده صحابه شاهدين ومالي الحوال شاهدين ومول الكاميرا هاي السيدية عندي ولدي فيها ما مشاش التيران. النهار كله هو جالس حدا كروستو. ملي مشيت للدوزيام قلت لهم حشومه هذا الشيء دولمان. قالوا لي صافي سيري حنا غادي نجيو ونسولوا على ولدك ونطلقوه. جاو مع جاو انا باش نوصل جاو البوليس انا عاقله على هاد البوليس اللي جاو وقالوا وسولوا انا واقفه حدا كروستو ولدي وسولوا مول الكروسه وقالوا لي واش هاد الولد كان هنا؟ قالوا لي اه هاد الولد نحلفوا عليه ايمانا حتى كان حدا كروستو ما تحركش منها. مشاو لعند مول الحانوت اون فاس مع الكروسه وعندو الكاميرا هو اللي عطاها ليا. مشى لعندو البوليسي قال لي وقفي تما وقفت. مشى لعندو البوليسي قال لي واش هاد الولد كان هنا؟ قال لي انا عمري ما شهدت والشهاده لله هاد الولد ايمانا هاد الولد ما حيدش في داك الروستو. قال لي تعطيني الكاميرا قال لي نعطيها لك يجي ولدي مع الربعه ونشعلها ونعطيها لك. وعطاها ليه وقال لي تشهد عطاه الرقم ديال لاكارت وداه ودا واحد الولد جنب ولدي داه معاه في الطابير حتى الكوميساريه وشهد وقال لي درت المحضر وبصمت ولا شيء من داك الشيء. ملي سولت المحامي قال لي ما كاين حتى حاجه في الميل ولدك ما دايرين ليه لا شهود لا كاميرا. وسولت البوليسي اللي قدم ولدي قلت لي علاش منين قدمتيه واش دفعتي مع ولدي الكاميرا حيت ولدي ما كانش في التيران؟ قال لي اه انا عرفت ولدك ما كانش في التيران ولكن هذاك الشيء بعيد عليا. هذا السيدي فيه ولدي في الوقت فاش كان بادي الماتش هو جالس داك الروستو عطيتو للمحامي تسجيل ديال الكاميرا ديال مول الحانوت اون فاس والولد اللي شد من عنده السيدية. هاد التسجيل هذا واش دا به المحامي في الجلسة؟ عطيتو للمحامي وقال لي عطيتو لقاضي التحقيق. وانت شفتي كنتي كتحضري الجلسة ديالنا؟ اه ملي كيدوز ولدي كنت بالنسبة للشهود حضروا معاك؟ الشهود عطاوني فوتوكوبي د لاكارت وقالوا لي إذا استدعونا نمشيو مرحبا. سيد قاضي التحقيق استدعى؟ ما استدعى باقي لحد الآن ما عرفت حتى شي حاجة. لا لا ولدك عنده شي صوابح. ولدي عنده صوابح ولكن ماشي ديال التيران أصلا ما عمره ما مشى للتيران. ما عمره ما اصطم في التيران. عنده صوابق خارجيه ماشي على حساب التيران. يعني اول مره كتوقع لي؟ اول مره كتوقع لي. عزلوه جاو داو انا تدمرت انا تدمرت وكنطلب سيدنا الله ينصرو وطولنا في عمرو وزيد في مدادو يشوف من حالي. انا مراه ضعيفه كنخدم غير في الديور على وليداتي ما يحطمونيش في هاد الولد وهو بدا كيخدم وخدام عليا وكيعاونني وباه مريض تيموت شد الركنه وجالس مقابل باه كيطيب ليه وكيوكلو وكيشربو. راه حدا فين كيجلس ولدي راه العالم كله شاهد شاهده ديور الملك حتى الجيسان يفوتو حتى الميت. داك الولد كلشي شافو جالس بلاصتو. اللهم هذا ملكا انا دمروني في هذا الولد وكان داير يستحق عقوبته. انا دايره ثقتي في العداله وثقتي في الامن ولكن الظلم ما بغاش الله. اخي مرشد باش ما يكونش صحابو هما اللي كانوا في التيران مثلا ما عنده حتى شي صاحب. ولدي ما عنده حتى صاحب كيجلس غير حدا دار باباه ما تيتحركش. دخل سوق راسو كيصلي كيجي كيبيع ويشري وكيدخل عند باباه كيطيب ليه ومقابلو. انا مفارقه مع بواه 11 عام ولدي كان معايا ما جلسش في دارنا مشى جلس عند بواه ما يدمروهش. انسان ملي كيتوب وكيدخل سوق راسو كيزيدو يدمروهم ما يدمروش حرام عليهم حرام عليهم. اخي مرشد شتو جوج مرات انا كنخدم في الديور كنصيفط غير خو كيشوفو الحاله ديالو كيقول لي دمروني امي دمروني دمروني الله ياخذ فيهم الحق. حاسين الحاله ديالو زيد في 97 شهر 5 نهار 7
يا سيدي يا ولدي عندي الدلائل عندي الشهود وكيقول لي الاستاذ المحامي ولدك في المحضر دايرين لي ما مشاش التيران وعلاش تعتقل ديك السيدية دفعتيها القضاء دفعتها القضاء عطيتها للمحامي قال لي عطيتها القضاء التحقيق وعطاها الكلي وعطاها ثلاثة ديال السيديات وحدة بقات عندي وباقى عندي الاخرين هاد السيدي هذا الشرطة القضائية دارت الخبرة عليها الله أعلم الله أعلم منين مشى الشاهد قال لي ولدك جالس حدايا وكيعمروا لي وكيقولوا لي هاد الولد ما مشاش التيران كيقول لهم هاد الولد الحلف بيماني هاد الولد ما مشاش التيران علاش يديوه علاش يديوه علاش يديوه علاش يظلموه علاش يظلموه انا كنادي سيدنا الله ينصرو كنحبوه وكنجلوه يشوف من حالنا ومن حال هاد الولاد الابرياء وهاد الولاد اللي مظلومين ومشدودين ظلمان هادشي بزاف لا يعقل لا يعقل صافي تفضل انا كنادي سيدنا وكنعاود نادي سيدنا والله يطولنا في عمره والله تنحبوه ونجلوه وكنحبوه ونجلوه واه الله ينصره الله يزيد مدده والله يطولنا في عمره يشوف لينا من حالة الولاد الابرياء ابرياء هاد الولاد ابرياء وكنحبوه كسيدي وكنحبوه وكنجلوه كنحبوه وكنجلوه تشوف الحالة وحال وليداتنا انا غير مره ضعيفه كنخدم على الديور قهروني ولدي الله ينصرك الله ينصرك الله ينصرك صدق خليك خليك حدا شريفه تنخسي قولي لها واش عندها بدري بدري ليلى ليلى بس بدري شي عندها شو الدرس بسم الله الرحمن الرحيم انا الاب ديال رياض الحر اللي هو تقريبا كيشجع هذا الفريق هذا وكيحبو كيحب هذا الفريق هذا من الصغر ديالو وبحكم انه كيحب هذا الفريق هذا تعرض لبزاف ديال المشاكل بسبب هذا الفريق هذا ماشي اول مره كيتظلم فيها بهاد المشاكل ديال هادشي ديال الكره الحمد لله الولد ديالي كيقرا كيطرف في الجامعه عنده انشطه رياضيه كيترأس انشطه رياضيه السمعه ديالو طيبه ما مبليش ما عمرو دوز السجن اولا شي حاجه الا هذا على هذا الفريق ديال الجيش الملكي وولدي كيتعرض دائما لهاد الظلم ماشي اول مره وماشي ثاني خطره مره الاولى دوز فيها تقريبا 40 يوم ظلما حتى يتبان الاثبات ديالو وخرج بصلاح والمره الثانيه عاوتاني تشد في واحد كان واحد الميساج في لوطور الطريق السيار سلا الجديده وهو ما كانش فيه كان خدام وجاو داوه من الدار وتشد فيها تقريبا دوز واحد 15 يوم ولا 10 ايام حتى جبت لهم الاثبات ديالو انه كان خدام بالكاميرا بالبوانتاج ديال البصمه البلاصه اللي خدام فيها بالناس اللي خدامين معاه وداكشي دايرين ليه التحريض دايرين ليه متلبس دايرين متزعيم جميع التهم دايرينها ليه حتى تثبت لهم بانه راه كان خدام جبت لهم كلي وجبت لهم تصاور جبت لهم الناس اللي خدامين معاه وباش بصم في الدقيقه لان داكشي وقع تقريبا في جوج ونص ولا ثلاثه الله روب جبت له بانه دخل الخدمه معاه 8:30 وخرج منها حتى لسته الله روب عاد خرج بالصراحه بكفاله ودابا عاوتاني هذا الماتش هذا اللي وقع النهار ديال ما بين المغرب الفاسي والجيش الملكي هذا اللي وقع جاو داوه من الدار من بعد 7 ايام كنقول لها رياض انا بعدا نهار الماتش اتصل بيا اتصل بيا ودار لي الفيديو بانني راه خرجت قبل الماتش ب 12 دقيقة والله العظيم الا ب 12 دقيقة قبل الماتش راكب مع الاصدقاء ديالو في السيارة ودار لي الفيديو بانه هذيك الوقيتة راه غادي للدار غادي للدار قبل الماتش ب 12 دقيقة وخرج المهم سمعنا حنا من بعد ديك الدجة ديال هذاك الشيء ديال التواصل الاجتماعي وهذا الشيء ديال التيران تقريبا شي 7 ايام هو في الدار ما كاين حتى مشكل كيمشي للقرايه ديالو كيمشي للعمل ديالو عنده رياضه عنده انشطه عنده هذا ما كي رياض عندك يجيو عاوتاني يدي قال لي لا بابا ما انا ما دخلتش في هذا الشيء وما مشيت لا فيديو لا سميتو ما عندي حتى شي مشاكل في هذا الشيء
حتى كان داك النهار انا كان معايا وفطرت انا وياه في الصباح وداك الشيء خرجت نقضي غراض جيت لقيتهم جاو ليه البوليس من الخمسه ديال العشيه جاو ليه مع الخمسه ديال العشيه وجاو ليه مع العشرة ونص وفي الاخر جاو ليه بطوموبيل كحله كات كات فيها تقريبا 8 وشدوه تكبسوا عليه لابس يسري ولا ديال بيجاما خرج به من الدار والصنداله تكبسوا عليه بالعصا وبواحد بواحد داكشي بحال لما داكشي ديال الايراب داكشي ديال الايراب باش شدوه باش سميتو وداروه في كاتكات كحله وداوه حتى لواحد الزنقه اخرى عاد نزلوه من الكاتكات كحله وركبوه في كوكو ديال الامن عدوا الدوله سميتو انا خدام انا كندير المهنه ديالي سائق سياره الاجره حتى الوحده ونص ولا الجوج كيتصلوا بيا الشرطه كيقول لي انت هو الحر سعيد اياه انت هو سميتو الابن ديالك هو عندنا في الولايه ياك لا باش شي بس ما كاين قال لك هو هنا تصبح وجي شوف اشنو كاين هما الادله كاملين واش يعني انتم كاملين عندكم ادله بان ولادكم ما داروا والو لا ما كاينش واش هما ما كيتوصفوش بهذه الادله ولا لا ما انا الولد ديالي كيديروا مع كيديروا مع كيديروا مع لونكيف في الولايه وكيجاوبهم بكلام كيجاوبهم سميتو ومن اللي كيقرا المحضر كيلقى كلام اخر يعني ما نطقش به يعني كينطق بجواب وكيلقى جواب استاذ يعطيو المحضر باش يسيني يعطيو واحد المسطره هي الخانيه عطاوه يسيني عليها من الاب الولد ديالي كيطالع على المحضر ما سيناش فيه واش عنده شي مشاكل مع رجل الامن ولا شي ما عمره كان عنده مشاكل مع الامن ما عمره كان عنده مشاكل ولكن هو كيشجع هذا الفريق ديال الجيش الملكي فين ما كانش في مشكل فين ما كان سميتو كيجيو ليه كيجيو يدي لا خليك عندي سؤال باش ما نكونوش حنايا على المباشر باش ما نكونوش كنديروا تضليل ومغالطات باش ما نكونوش كنسبوا كل شيء لانه هي كاينين مظلومين باش ما نكونوش كننساو كاينين اللي شاركوا مظلومين وكاينين اشخاص اللي تم الاعتقال ديالهم احنا كنضامنوا مع عائلات ديالهم لانه الله يحسن الاعوان العاطفه والامومه والواحد الابوه فحنايا كنتعاطفوا مع الوالدين ديالهم ولكن من القضيه ديالك انت حيت قلتي على انه جاوا رجال الامن وجاو باب سياره كحله وكانه غادي يعتقل واحد الارهابي ولكن انايا مع كامل الاحترام ديالي لك هو ان الابن ديالك هو اللي يعني كاين اثبات يعني بانه هو اللي اعترف بانه هو اللي ارتكب ذاك الخطا ديال سرقه الهاتف ديال الصحفيه لا لا وكاين صور لا لا الابن ديالي لا ما دخلش في هذا الموضوع ماشي هو ديال الصويره لا 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 ماشي هو اللي كيتريني لا لا الولد ديالي ما دخلش في التيكا هذا ولكن رياض هو اللي كان جابوه من الصويره لا 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 شي هو جابوه من الصويره رياض داوه من حتى دارو دارهم تصويره ولا لا لا ماشي انا كنت لا ماشي مداوش هو رياض هو عنده علاقه بهذا الشيء وكاين كاميرات انا هادشي كان حنا هادشي كنطالبوا به كنطالبوا هي الخبره ديال الكاميرا هادشي اللي كنطالبوا الا الانسان كاين الا كانوا فعلا دايرين هذا النوع ديال هاد المشاكل هادو حنا ما كنهربوش من الحق ما كنهربوش من القانون القانون فوق كل شيء شنو هو باش متابعه كنطالبوا ب ب ب ب اثبات ديال الكاميرا ديال الملف الرجوع الى الكاميرا باش شنو الملف اللي متابع به الابن ديالكم؟ الابن ديالي مش بدو ليه الصور في التحقيق عند قاضي التحقيق هو انه جالس فوق البراد ديال الحديد وعاطي بالظهر ديالو هادو اللي في يده لا ما دير لا ليكا لا والو ما دير لا ليكا لا حتى شي حاجه عاطي بالظهر ديالو للملعب وكيشوف الجمهور هذا هو سميتو هذه التصويره وجاب لي واحد التصويره قديمه من واحد الماتش ديال الجديده مع الجيش قديم هذا الماتش جاب لي هاد التصويره هذه في سميتو كيقول القاضي حتى ان هاد التصويره راه قديمه ما عندها حتى شي علاقه بالماتش ديال الجيش مع سميتو هذا هو وحنا كنطالبوا هيب الاثبات ديال الكاميرا ديال الملعب لهاد الناس هادو ولا تبت عليهم شي حاجه القانون فوق كل شيء القانون فوق كل شيء هادشي كان سميتو ولكن دابا قبل ما انت كتكلم مع زميلك قلتي انا تبتت عليه بانه طالع فوق يعني فوق لا فوق البارا هذاك الحديد اللي في المدرجات اللي قدامي امامي جالس فوقه هذه التصويره اللي عند الولد ديالي كان فوق دوك البارات ديال سميتو هذيك هي التصويره اللي محطوطه عند هذا يعني ما هبطش للملعب ما هبطش للملعب حنا كنطالبوا بالاثبات ديال الكاميرات ديال الملعب الا ثبت عليه شي حاجه القانون فوق كل شيء صافي هذا هو اللي حيت كيف ما كنعرفوا ان حوته وحده كتخنى الشواري حيت كل شيء كان تما كاين ما تعرف لي هذا اللي دار شوف شوف يعني شوف استاذ باش نقول لك واحد الحاجه الله يجازيك بخير وهو ان هاد الناس اللي كيشروا هاد الفريق مستهدفين يعني كتوقع
كتوقع واحد الحاله ما كيشدوهمش هما ديك الساعه اولا سميتو من بعد عاد كيجيو ليهم يقلوا يجيو ليهم ديورهم يديروا الموضوع عليهم واحد علاش فقط غير المهور الجيش يعني الملكي يعني هذا كيوقع في الجماهير اكثر ديال الجيش كاين متطفلين حاشا واش يكون الجمهور الحقيقي ديال الجيش الملكي باش يعطي هاد الصوره هادي هادو متطفلين على الجمهور متطفلين على الجمهور ما الجمهور عنده الناس المؤطنين ديالو ونزيدك واحد النقطه واحد النقطه غنزيدها لك شي قبل ما يعطيو الانطلاقه ديال الملاعب من بعد كورونا خرج واحد البيان بيان كيناشدوا فيه وكتذكير بان الجمهور كيعطيوه كيذكروهم بان باش ما يكونش شغب ما يكونش الاسلحه البيضاء ما يكونش الاله الحاده ما يكونش سميتو الميساجات للضرب بالسرعه ديال الفريق او السمعه ديال البلاد يعني كامل هادشي كان عليه واحد الندوه وكانت عليه واحد الرينيو وكانت هذه رساله للجمهور هاد البلاغ خرج من الجمعيه الملكيه المغربيه لكره القدم هذا سميتو وفعلا كان تنعم حتى من سميتو النادي ديال الجيش الملكي كان خاصو الجمهور اش كتذكير ان يقدروا نقولوا انا ولادكم هما ضحايا ديال اشخاص اخرين اللي كيبقاو فاش كيتعتقلوا كيقولوا راه فلان 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 هو استعدادين انه كيشجع فريق جيش الملكي معروف فلان كيشجع فريق جيش الملكي غادي نمشيو نجيب حتى واحد فاش كيبغي يحيد التهمه على راسو كيقدر يلصقها لشخص اخر هذا هو اللي كاين هذا هو اللي كاين انا كنقول لك في المحاضر كتصفى عليك كيسولوا اسئله وكيحطوا لي الجواب ديالهم هما يعني ما كيجاوب وكا كنطالبوا الحق وكنناشدوا جلاله الملك وينصروا شي الصحه ديالو تفضل ناخذ التوب خرج خليك تسمع الاستاذ هضرت شي سلام بالنسبه للابن ديالي انا وتشد قبل الماتش ما بين 12 ونص وفاش داو الكوميساري وداك الشيء فاش عمروا لي المحاضر دايرين بانه كان في التيران وهرلات وحيد الكراسه وضرب البوليس ورجام هو هادشي ما كاينش كاع انه راه مشد ما بين 12 و1 قبل الماتش ما بين 12 و12 ونص قبل الماتش يعني الماتش كان مع ربعة مع ربعة ومع ثلاثة ثلاثة شنو ما فهمتش انايا راه في العرجات دابا ما عرفتش انا شنو حيت هو تيقول لهم انا التحقيق قال لهم انا راه شنو كاين شنو كاين وقعد يتحقق شنو قال لك خصو يجيب اثبات من غنجيبو اثبات مشينا للكوميسارية ما بغاوش يعطينا اثبات لانه الدراري تشد ما بين 12 شنو التهمة الرئيسية باش مشدو الابن ديالك؟ الضرب والجرح والسرقة والنهب وتحيد الكراسة وضرب والتجمعات في هذاك راه واصلا هما غير يسولوه اصلا هذاك النهار داو صاي وكان غير يصوم شهدان كامل داو صاي وما بليش ما عمرو حتى تقرب في امه وما عندوش مع الفار اصلا هو كان مبقى في الحانوت نهار واحد قال لي يا بابا خليني نمشي نفوج مع الدراري شفت التفويجه ديالو فين وصلات الدري ما بلي ما والو ودابا ويرجعوا غير الفيديوهات ديال التيران الى لقاو داير الشغب والغريب في هادشي كامل هو هي تهم ثقيلة السرقة المخدرات العنف التخريب الاغتصاب جميع الجرائم والتهم اللي ما كتصورهاش تحطوا على الانسان فما بالك بالنسبه لهذه القضيه ديال الاغتصاب قال لك انه واحد الفئه من الجمهور ديال الماتش الجمهور ديال الماتش ماشي الجمهور ديال الماتش المهم هذا هو المحضر مشى بهذه التهم هذه يعني محضر مشى بهاد التهم الثقيله بهاد سميتو يعني انتم دير تقييم في البراءه ديال الابناء ديالكم هي اللي خلاتكم ديروا هاد النبوه وبانوا اعلاميا حنا كنطالبوا بالكاميرات ديال الملعب وتايقين حتى في العداله تاخذ مجراها فهمتيني هو مشى قبل الماتش شنو من هادشي قبل الماتش هادشي اللي بغينا الاساتذه الكرام شنو الرساله ديالكم الاخير باش نختموا هاد الحلقه صاري كنطالبوا بالقانون النزيه قانون نزيه لهاد الوليدات هادو راه كيقراو راه عندهم دراسه راه عندهم عمل راه عندهم المستقبل ديالهم كيتسناهم ما ندمروهمش الله يجازيكم بخير ما ندمروش هاد الوليدات راه كان 19 عام كان شي وزير الداخليه باش يشوف هاد الوليدات هاد الشباب اللي كيضيع بهاد الدرجه هذا ماشي اسلوب باش غادي يربيو هاد الوليدات كاينين الناس مسؤولين اللي عندهم يد فهاد 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 المشاكل اللي وقعات الناس ديال المنظمين واقعين في هادشي انا الشباب واحد يقول لي راه خلاه نزلوا عليه بهاد المسطره بوحدو الله يخليه وحده يهضر الله يخليه المسطره بوحدو نزلت على هاد الوليدات هادو هذا ظلم 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 شنو رايكم في هاد الشغب الملاعب وهاد ما عرفتيش لا حنا ضد هاد ضد هاد الشغب وضد هادشي حنا ماشي ضد هاد
رسالتكم للشباب اللي كيرتكبوا اعمال شغاب وكيخيو والديهم هما اللي كيكونوا ضحايا. رسالتكم يا اخي باقي ما عارفينش بوليدات صغار باقي ما عارفينش شوفوا عارفين هذا الشيء هذا ما غيمشيوش للتيران اصلا ولكن كاين واحد المساله مراهقه خلي كاين واحد المساله وهو الشباب عاطل مدمر ما عندوش فين يمشي كيمشي للتيران باش كيفجر داك الشيء اللي عنده في سميتو في الخطر ديالو في سميتو هذيك هي هذيك العقد النفسيه اللي كي الطاقه الايجابيه اللي فيهم كيفجروا فيها في التيران هذا ماشي ذنبهم وانا كون كانوا عارفين ما غنشوفوش ولا الرساله ديالكم على داك النظر تلميذ ويرجعوا الكاميرات ديال التيران اللي مشدت في الكاميرا ديال الشغل مو عليه قانونيا واللي ما عدولش ما دايرش دابا في العرجات بحال دابا الدراري اللي شهرين ما دايرين والو الوالدين مدمرين الوالدين اللي كينعسوا كيطجوا لا اله الا الله ولا قوه الا بالله شكرا لكم شكرا جزيلا لا شكرا لا شكرا سميت بالنسبه لي شكرا لكم لا ديما كاين واحد هنا مباشرة من مدينة الرباط أحد المعتقلين عاش الملك 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 لا تصحيح شو تصحيح شو تصحيح ديالو لا 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 بناتي توهم يدخل الميكروفون يريب كل شيء يا بناتي يخلي كريم واحد البروجيكتور خليته تما كريم احد المعتقلين اللي انا اعتقدت في الاول انه اب ديال طارق الهاتف ولكن تبين في الاخر انه ماشي اب طارق الهاتف غادي نحاولوا اننا نشوفوا رسالته طبعا حنايا في السؤال ديالنا وفي المداخله ديالنا اعتقدت بان الابن ديالك هو اللي سرق الهاتف في الاخير عاد تبين بانه ماشي هو هنايا بغينا الابن ديالك شنو وسائل الاثبات اللي كتبين انا كنطالب بتحقيق نزيه الابن ديالي اللي هو رياض فعلا هو من المشجعين ديال الجيش الملكي وكنطالب بالتحقيق كنطالب بالكاميرات ديال الملعب بانه يثبتوا عليه بانه راه سالا خرج قبل الماتش ب 12 دقيقه وكاين شهود وكاين اثباتات ديال هذا الكلام اللي كنقول لكم لانه اتصل بيا لانه الماتش باقي يسير وانا كنتكلم معاه لانني كنت في مدينه اخرى وكنتواصل معاه بالدقيقه بالثانيه كنعرفوا فين كاين انا كنعرف هذا الشيء كيوقع وهذا كنتواصل معاه كيقول لي بابا انا راني في السياره مع صديق ديالو في السياره فعلا دار لي فيديو انه في السياره غادي اتجاه واحد اتجاه اخر كان غير تشابه
تسربوا في الاحداث وما عندوش علاقه بسرقه الهاتف؟ ما عندوش اختي نهائيا، لانه هو من المحبين ديال الجيش الملكي، كيجيو فين ما كان شي مشكل كيجيو للرياض. سرق الهاتف راه معتقل حاليا هو ماشي الهاتف ديالو، اللي هو سرق الهاتف ديالي ماشي الهاتف. لا ما عنده علاقه بهذا الموضوع هذا اختي، ما عنده علاقه. حنا ما كان عندي يعني كان عندي غلط فاش سولت السؤال، اعتقد انه الابن ديالك هو الاسم اللي ذكرتي عليا لا لا ما عندنا علاقه اختي بهذا الموضوع هذا، لان هذاك الشيء جا من بعد داز 7 ايام جاو داو الولد ديالي وهذا، ولكن هذا الحدث هذا يمكن جا من وراه هذا عاد جابوا ذاك الاخ، يمكن جابوه من الصويره او لا جابوه من الصويره. الكلمه الاخيره كنشدوا سيدنا الله يشدينا في الصحيحه ديالو ووزير العدل باش يكون واحد القانون نزيه لهاد الوليدات هادو، راهم مظلومين لانهم راه عندهم دراسه ديالهم، عندهم العمل ديالهم. الابن ديالي عنده راه كيترأس الجمعيه انشطه رياضيه ديال المكفوفين وما عندوش هذا الشيء باش يمشي لهذا الطريق هادو. شكرا اختي، تبارك الله. شاهدي قناه شوف تي في، لهنا نقول لكم دمتم بألف خير والى اللقاء.